اهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. تشكيل فريق وليد دجله، كابتن اسماعيل وخيارات ماريو سالاس، كل من محمد عبد المنصف في حراسه المرمى، احمد مجدي في الجبهه اليمنى، في الجبهه اليسرى يعقوبو، عوده خالد رضا مره اخرى على حساب بريع، ومحمود مرات محتفظ هو بالسداسي بالمباراه الماضيه، كل من احمد سعيد ومحمد هلال ومحمد رضا بوبو رودني انطوي جورجينو. المجموعه كلها ما عدا خالد رضا بس اللي دخل بدل رياض. يعني حتى في نص الملعب محمد هلال واحمد سعيد هم لعب المباراه اللي فاتت، ومحمد رضا ورودني انطوي وصلاح امين وجورجين هي هي 4 3 3 اللي هو بيلعب بيها ماريو سالاس طول الوقت، اعتماد على الاستحواذ. وانا كنت عايز اعلق بس مع فضل على هو قال نقطه مهمه جدا، ممكن الطبيعه بتاعت اللعيبه بتاعتي او الجزء الفني ما يقدرش ان هو يطلع بالكره من بتاعته، هي دي المشكله اللي بتقابل وادي دجله في معظم المباريات، ان هو في اصرار ان هو يبدا الهجمه من تحت. فاي فرقه يعتمد طبعا على لياقته البدنيه ويفتح مساحات بالنسبه لفرقته، انما اي فرقه هتضغط عليه من البدايه هتبقى فيه هتسبب مشاكل كبيره. طب جدا. طب انا عندي سؤال يا كابتن، لما يكون عندك موسمين على التوالي انت بتبدا هذه الطريقه، هل دي تعليمات اداره لمديرين فنيين وبيجيب مدير فني على كده، ولا جايه وليد صدفه؟ يعني عندك مش وليد صدفه، ثلاث مدربين بيستخدموا هذه الطريقه، هل دي طريقه اداره تعليمات أكيد. اداره اكيد السيد مدير فني برضه معلش يعني تاكيس جوناس ده كان اكتر واحد مصمم على ان هو يبدا من مصمم عليها، وبابا فاسيليو نفسه عمل الموضوع، بس برضه الامور الدفاعيه اكتر، هو عاوز يعمل هويه، هي دي ده رايي. الاداره بتنقي المدرب اللي يلعب بطريقه لعب معينه، بالرغم ان في اخر ثلاث سنين وادي دجله كان مهدد بالهبوط في كل مره. دي النقطه اللي عايز اتكلم فيها، يعني حتى برضو حتى والنتائج وحشه، حتى وان انت ما بتجمعش نقط، برضو مصمم ان هو يبقى ليه هويه كده. بص هقول لك على حاجه، بص جدول تدريب الدوري. هو فاكر يا كابتن النادي الاهلي لما كان بيجيب فتره مدربين المان، على طول مدربين المان، وبعد كده مدرسه برتغاليه، فانت هي دي هويه الدجله. دجله عاوز يبتدي يلعب كوره ويلعب كوره ويبقى الاكاديميه الصغيرين يعتمدوا. لو انت عاوز تعمل كده عارف اعمل ايه؟ عندك سنتين هات المدير الفني هات المدير الفني حطه تحت في الناشئين، ما تحطوش فوق، حطه في الناشئين يعلمهم ويبقى امكانياتهم لغايه ما يطلعوا. لكن ما ينفعش ان انا يعني انا رايي يا كابتن ان الايه تعكسها، يعني تبدا في اسلوب لعب هتخسر نتائج كتير. طبعا هتخسر، انا متفق مع حضرتك. ممكن ابدا بتشكيل اسماعيل؟ اتفضل. قبل ما نفصل تشكيل اسماعيل في لقاء اليوم، محمد مجدي في حراسه المرمى، كل من مصطفى فارس في الجبهه اليمنى، كابتن ابو جريشه، وحسين السيد عوده مره اخرى، مروان صحراوي، محمد هاشم، عماد حمدي، ومحمد عادل، القيمه الثابته والافضل بالنسبه للنادي الاسماعيلي. هناك رباعي محمد الشامي، شكر نجيب، شلونجو، فخر الدين بن يوسف. تشكيله هجوميه الاسماعيلي تعتبر تشكيله هجوميه باستثناء طبعا عماد حمدي، لكن انت بادئ المقاطعه بدري قوي فينا عشان يعني دخلت فينا شمال عشان موضوع الفواصل. لكن النهارده محمد مجدي بيبدا، ودي برده من الحاجات المستثناه من تشكيل الاسماعيلي. محمد مجدي كجول كيبر، جول كيبر كان كويس قوي الفترات اللي لعبها لغايه ما بدا يركب محمد فوزي، وبعدين جاء محمد صبحي لعب شويه، وبعدين محمد فوزي. النهارده من اول التشكيل بدا محمد مجدي ومصطفى فارس، ده بقى المفاجاه بالنسبه لنا، لان هو لعيب هو اصلا نص ملعب. نعم. بس اجاد قوي في الماتش اللي فات كباك رايت، صحيح، وكان عنده ثبات انفعالي قوي في المكان اللي هو لعب فيه، رغم انه ده مش مكانه، وكان مؤدي والباص بتاعه كويس. لعب شوط ثاني بس لعب شوط ثاني بجرأه مش طبيعيه، يعني انا شايف ان ده الاكتشاف بتاع الفريق السابق. طب السؤال قبل ما نروح للفاصل، شكرا نجيب على الاطراف ولا تحت راس الحربه؟ لا لازم يبقى تحت راس الحربه، وممكن يبقى فيه لا مركزيه في الثلاثي اللي تحت راس الحربه. يعني النهارده ممكن تلاقي فخر في النص، ممكن تلاقي شكري متطرف، ممكن تلاقي محمد شامي في النص، ممكن تلاقيه متطرف. يعني اللا مركزيه دي مقبوله في ان انت تلعب بالاربعه في اي مكان من الاماكن اللي موجوده فيها، لكن شكري الاساس بتاعه تحت راس حربه عشان يبقى مكمل لشلونجو. وقاري بابل كان في المباراه اللي فاتت هو اللي تحت راس حربه. بالظبط. فعدم وجود شكري هو بيلعب تحت راس حربه. الحمل هيبقى تقيل على عماد حمدي كابتن، خاصه هو الوحيد صاحب الامور الدفاعيه في هذا الخماسي، محمد عادل وفخر الدين بن يوسف، محمد شامي، شكري، نجيب، شلونجو. بص عماد حمدي كان بيلعب وكان اساسي على طول المباراه، يعني من فتره ما بيلعبش بينزل على طول، بس انا شايف ان عماد يقف يبقى قدام الاربعه عشان يسهل، يبتدي يبقى كلامه كتير. خلي بالك الديفندر ده تامر لو كويس وبيتكلم مع اللي قدام مع اللي حواليه ان هم يقللوا. ما انا بتكلم انا اقول لك يعني انا ما اقدرش اتكلم على الديفندر وكابتن اسماعيل بصراحه ارجع معلش بيخبط صح. لا يعني انا اللي عاوز اوصله ايه يا تامر، ان انت الديفندر وكابتن اسماعيل طبعا يعني من احسن الديفندرات اللي جت في تاريخ مصر، فانت بتتكلم الديفندر ده ايه؟ الديفندر ده خلي بالك كل ما بيكبر كل ما كلامه بيزيد وخبرته بتبان،